النهارده الاهلي استأنف تدريباته على طول استعدادا للسفر ان شاء الله تعالى الاربع الى جنوب افريقيا للقاء اورلاندو بيراتس يوم السبت. التمرينه بتاعت النهارده شارك فيها ولاول مره من فتره اشرف داري بعد تعافيه من الاصابه اللي كانت في الكاحل، شارك في المران وظهر بحاله جيده. علي معلول اللي راجع من جراحه وتر اكيلس شارك في التمرين. انتوا عارفين علي معلول مش متسجل في افريقيا لكنه هيتمرن لمده اسبوعين وبعد كده يشوف مستر مارسل كولر قراره الفني. كمان شارك في التدريبات الجماعيه امام عاشور اللي كان اتمرن الفتره اللي فاتت تدريبات منفرده بعد الواقعه اللي حصلت واستدعت تغريمه مليون جنيه. ظهر الجميع بحاله جيده وبرغبه، يعني برغم برضو ظروف التعادل امبارح والحاله اللي سادت الناس ببعض الضيق شويه من فقدان نقطتين كمان، لكن اعتقد طي الصفحه والاستعداد سريعا للسفر يوم الاربع الى جنوب افريقيا. البعثه اللي يترأسها الكابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره خلت الجميع دخل في مود جديد يا باشمهندس. بص يا استاذ ابراهيم، انا اللي فاهمه اعمل اللي عليا، ايوه، وادي كل اللي عندي، ايوه، والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. فنقول للناس عملتوا اللي عليكم، وانا يوم الاتحاد قلت لك انا مش قلقان لان دي مش هزيمه مستوى.